السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. هذه عشبة الخلة البلدية، تسمى الخلال كذلك لأن الناس يستعملونها لتنظيف الأسنان، والخلال لأنهم يخللون أسنانهم بها، بالفرنسية لوكيلا، بالأنجليزية توث بيك أو بيك توث، وتسمى بيزنكا كذلك بالأنجليزي، فهي تعرف بهذا الاسم في كل البلدان العربية، في مصر، في فلسطين، في لبنان، في سوريا، في العراق. في المغرب تحمل اسم بشنيخة، نسميها البشنيخة في المغرب، يعني اسم غريب. وكل الأعشاب الطبية في المغرب تحمل أسماء غريبة وعجيبة وأسماء احتقارية مع الأسف الشديد. هذه البشنيخة الخلة البلدية هي لها زهرة بيضاء، وهي هذه التي تشاهدون على هذا الشكل، ونبتعد، زهرة بيضاء قبل النضج يكون فيها حبوب، هي الآن تثمر، يكون فيها حبوب هكذا على هذا الشكل، وهي فيها حبوب لأن قليل من الناس من يعرفون بأن هذه الحبوب كذلك تجنى، وهي حبوب مكتفة. انظروا، ولها استعمالات كثيرة لأنها عشبة طبية بامتياز، وكما سنرى بعد قليل يعني أهميتها وكيفية استعمالها كذلك. واصل مع سلسلة من أجل ثقافة علاجية، وهي توجد في كل البلدان وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. مصر تنتج الخلة، سوريا والمغرب، هذه ثلاث بلدان فيها الخلة بكثرة، لكن كل البلدان فيها، جزائر، تونس، والعراق، يعني لبنان، فلسطين، كل هذه البلدان توجد فيها هذه العشبة، عشبة الخلة أو الخلال، وهي الناس لا يعرفون إلا استعمال هذا العود لتخليل الأسنان أو تنظيف الأسنان بعد الأكل، لكن لها استعمالات أخرى واستعمالات كثيرة. فالمعروف على هذه النبتة من خلال المركبات الكيماوية، مركبات دائما تركيب الكيماوي، فهي مركبات من صنف الكومارينات، والكومارينات قوية جدا في النباتات لأنها هي أنتي أوكسيدنت، هي مضادة للأكسدة، مضادة للسرطان، مضادة للربو، وكذلك الجهاز الدموي، أمراض يعني الأمراض القلب والشرايين، وهي منظفة، يعني تعمل دور كبير على مستوى المرارة وعلى مستوى المتانة وكذلك المسالك البولية، هذه الكومارينات، يعني هذه خصائص الكومارينات. الكومارينات موجودة، يعني هذه المركبات موجودة في كثير من الأعشاب الطبية وكثير من الأغذية كذلك، لكن هذه الخلة البلدية تحتوي على الكومارينات، وهذه الكومارينات هي أنواع، لكن النوع الذي يوجد في الخلة هو يسمى باسم الخلة، لأن يعني الخلة بالفرنسية اسمها لوكيلين، وهذه هذا الكومارين، يعني هذا المركب الكيماوي الموجود في الخلة يسمى الكيلين. يعني دائما يعني سر في كل نبات، في كل نبات أودع الله سبحانه وتعالى سر هذه المركب، يوجد في اسمه الكيلين لأنه يوجد في الخلة، يوجد في الخلة في هذا، لأن هي اسمها لوكيلين. كذلك هذا الهيدرو هذه الهيدروسيسيلين، هيدروكسيسيسيلين، هذا مكون كذلك قوي، وهذه الكيلين هي سورالين، هي سورالين أو بالفرنسية عليا البي، هذه تقرأ بالفرنسية بسورالين، بالانجليزية سورالين، وهذه معروفة عليها بأنها تقي الجسم من ضد الأشعة يعني الخطيرة، وهي تستعمل كمحفز في العلاجات الضوئية أو العلاجات بالأشعة. إن هناك علاجات بالضوء وهناك علاجات بالأشعة، وهي تستعمل السورالين، معروف استعمال السورالين، معروف أنه يستعمل في العلاجات التي تستدعي استعمال الأشعة مثل اليوفي ومثل أشعة أخرى أو حتى الأشعة الضوئية. وهي السورالين هناك علاجات الآن تستعمل مثلا للبرص، هذا للبهاق، لكن أثناء هذا العلاج فيعني الشخص يتناول السورالين لكي هذه الأشعة أنها تصيب بقوة يعني هذا المكان الذي يوجد فيه هذا البهاق. وهذه الخلة الناس لا يعرفون إلا تخليل الأسنان بهذا العود، هي جيدة لأنها مضادة للجراثيم. ممكن هذه الحبوب التي شاهدتم على الصورة، هناك حبيبات، هذه البذرات، هذه
يؤخذ منها ملعقة صغيرة، نصف ملعقة صغيرة، ويغلى مع ماء ويستعمل. هي استعمالات الخارجية، هي قوية في الاستعمالات الخارجية، هي للفم، للأسنان، ضد التسوس، يعني يمضمض بها الناس وينظف بها الفم، وكذلك ربما يتوضأ بها الناس كذلك، لأن بعض التعفنات عند النساء مثل الكانديدا، بعض التعفنات عند النساء فممكن يتوضأ بها الشخص، تغلى مع الماء ويتوضأ بها الشخص، أو تحرق. وهذا الدخان لماذا؟ لأن الزيوت طيارة قوية في هذه العشبة، يعني فيها زيوت طيارة قوية، وهذه الزيوت الطيارة هي لا يمكن أن تستعمل، لأن الكمية يعني تكون ضئيلة جدا، ولا يعرف الناس يعني كيف يستعملونها، لأنها هي سامة. من الأحسن أن يكون أصحاب يعني الميدان، وإلا لا يستعمل الناس عشوائيا يعني هذه الأشياء، لأن زيت هذه الخلة، زيت الخلة موجود ويباع في الصيدليات في كل البلدان. فيعني هذه الخصائص الأولى، وهي المسالك. المسالك نبدأ بالمرارة، هذه حصوات المرارة. لماذا؟ لأنها توسع قناة كوليدوك، توسع، تفتح قناة كوليدوك، وربما بعض الحصوات تكون صغيرة ويعني ترمى. وكذلك المسالك البولية، هذه اليوريترا والمتانة وكل المسالك البولية كلها في حالة يعني تكون حصى مؤلم، أو ربما هذا الحصى يسقط ثم يعني يلتصق داخل هذه المسالك البولية، لما يكون كبير الحجم والشخص يحس يعني بألم، فهذه الخلة فهي تسكن هذا الألم، ثم هي تساعد على طرح الحصوات من المسالك البولية ومن المتانة كذلك. فهذا استعمالات، هي يعني رقم واحد المسالك البولية. رقم اثنين طبعا سيكون يعني هذا الجهاز الدموي. لماذا؟ لأنها توسع يعني كذلك هذه الأوعية الدموية، فازو ديلاتان، هي توسع الأوعية الدموية. جميع الأشياء التي توسع الأوعية الدموية فهي تخفض الضغط، ارتفاع الضغط، وكذلك تريح الجهاز الدموي، تريح الجهاز الدموي، وتنظف كذلك الشرايين، فهي لا تترك هذه المركبات تلتصق بجدران الشرايين من الداخل، وهو ما نحتاجه الآن. لماذا؟ لأن هناك أوساخ كثيرة الآن يعني تلتصق بهذه الشرايين من جراء ما يأكل الناس، يعني دسم ومركبات كيماوية وأشياء خطيرة تجعل هذه اللو دانسيتي ليبوبروتين ال LDL، هذا الكوليسترول الخبيث، يفعل ما يفعل في الشرايين. هذا الجهاز الدموي، يعني فقط الأشخاص الذين عندهم صرع لا يستعملوا هذه الخلة، لأنها توسع الشرايين، وجميع الأشياء التي توسع الشرايين فهي ممنوعة للأشخاص اللي عندهم صرع، لأن ربما يسقط نوبة، ويعني هذه ممنوعة. كذلك على الأشخاص اللي عندهم أعراض على مستوى الكبد، يعني لما يكون الأنزيمات مرتفعة، الترانزامينات والجاما جي تي، أشياء على مستوى الكبد، لما تكون هذه التحاليل مرتفعة لا يستعمل الناس هذه العشبة. يعني الأشخاص العاديين والأشخاص اللي عندهم أمراض بما في ذلك أصحاب السرطان ممكن يستعملوها، وهي مضادة للسرطان، يعني هذه الخلة مضادة للسرطان، وهي يعني فيها مضادات الأكسدة قوية، لأن الكومارينات هي مركبات قوية جدا، هذه الكومارينات. ثم تستعمل كذلك الاستعمالات الخارجية للحروق ولجميع الخدشات على الجلد، البسورياسيس، هي استعملت للعلاج البسورياسيس في الطب القديم، كان قدماء المصريين يستعملونها لجميع الأمراض الجلدية، جميع الأمراض الجلدية كانت تستعمل للطفائح الحمراء، للحساسية المحلية، كذلك الإكزيما، البسورياسيس، جميع الأمراض الجلدية، فهي تستعمل إما تدق وتوضع مباشرة على هذه البقعة على الجلد يعني، أو الجرح أو أي شيء، أو حتى الحروق، يعني حتى الحروق كذلك. فالاستعمالات الجلدية فهي هائلة، يغسل بها الشعر ويستحم بها الناس ويتوضأ بها الناس، هي يعني مزيلة للجراثيم، ويعني كذلك الجلد، فهي يعني تريح الجلد، لأن هناك أشخاص لديهم حساسية الجلد، وأشخاص، النساء على الخصوص، لديهم مصائب كثيرة على مستوى الجلد. هذه ممكن شيء قليل يقطر حتى في الأذن لما يكون مشكل، وربما يستنشقها الشخص إذا كان عنده مشكل في الأنف كذلك، يعني لما لا. لكن استعمالات يعني هي تشرب، هي تستعمل في كل البلدان، واستعمالات هذه الخلة معروفة
فقط يعني الكمية، دائما الناس يعني يجب أن يتحفظوا من الكمية، أن يعرفوا القدر. النساء لا تكثر من هذه الأشياء، لا تكثر من الأشياء، ما يأخذ يعني ما تأخذ بأسبوعين كافي من هذه الأشياء. فهذه الحبوب، لأن الناس لا يعرفون حبوب هذه الخلة في المغرب البشنيخة، لا نعرف إلا استعمال الأسنان، لكن هذه الحبوب وهي موجودة، يعني هذا بائع الأعشاب عنده حبوب هذه. فهذه كذلك نصف ملعقة، ليس أكثر من نصف ملعقة صغيرة، تغلى مع الماء وتترك، ثم ممكن يتناولها الشخص، فهي جيدة للجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي وكذلك حصوات المرارة وحصوات الكلية والمسالك البولية. يشرب هذا. لإخواننا اللي في البلدان الغربية عندهم زيت هذه العشبة، زيت هذه الخلة ممكن يستعملوه، لكن يعني أقل من قطرة، يعني أقل من قطرة، يعني لأن زيت قوية جدا، قوية جدا. وهذه استعملت في كثير من العلاجات، يعني استعملت حتى يعني الأشخاص اللي عندهم سرطانات والأشخاص اللي عندهم هذه الأمراض المناعية إلى آخره. هذه العشبة قوية، لو أنتم تلاحظون بأن لا تستعمل الأزهار ولا يعني الأوراق ولا الأعشاب الطبية، تستعمل الأوراق، لكن هذه العشبة ليس فيها شيء. هذا الرأس في هذا العود الذي نخلل به الأسنان، وفيها حبيبات بذرات صغيرة يعني قليلة جدا، وهي تستعمل يعني ففي مصر تزرع، هي في مصر إنتاج كبير، في مصر إنتاج ضخم، في سوريا وفي مصر هي تزرع، في المغرب لا تزرع، لا زالت غابوية هكذا برية تنبت لوحدها، والشباب يبحث عن مشاريع، ولا ندري هذه مكاتب الدراسات الأجنبية التي تدخل لبلداننا دائما تصرف الشباب إلى المشاريع التي تخدم هذه البلدان. وهذه مشاريع قوية ومشاريع ممكن للشباب كذلك أن يستفيد منها وأن يحصل على مدخول، يعني فقط ألا ترتفع الأثمان وإلا الناس سينفرون منها. هذه الخلة لها منافع كثيرة، لكن الاستعمال يجب أن يكون، لأنها ليست عشبة غذائية، الخلة ليست عشبة غذائية، فهي عشبة طبية ولا تستعمل إلا للعلاجات، إلا لما يصاب الشخص يكون عنده يعني شيء. فاستعمال استعمالات شعبية كان الناس يستعملون هذه، وكان الناس يعرفون استعمالات الأعشاب. فآلم الرأس، لأن هذه الخلة فيها زيوت طيارة، فيها essential oils، فقليل منها يعني عود أو عودين، يعني هذه الرؤوس، أو قليل من هذه الحبيبات، قليل، أنا أقول قليل، يعني يحرق، ولا يكون لهيب، لا يحرق على لهيب لكي يعطي دخان، لأن لما يكون لهيب لا يكون دخان، لا يمكن يعني أن أنت تستنشق هذا الدخان. لما يكون شخص يعني عنده ألم رأس فيستنشق دخان هذه العشبة، يعني بعد دقيقتين أو ثلاثة يعني سيرتاح، يعني هذا ألم الرأس إن شاء الله يعني سيختفي. فهناك الآن الثقافة، ليس هناك ثقافة، الناس لا يعرفون إلا هذه المسكنات للألم أو قاتلات الألم التي هكذا، يعني بين كيلر بالإنجليزي. لكن هذه الأعشاب إذا استعملت بطريقة صحيحة فهي ليس لها أعراض جانبية، يعني قد تكون أعراض جانبية، لأن هناك من لديهم حساسية لبعض الأعشاب، لما يكثر منها الناس نعم سيقع تسمم، أو ربما يعني بعض الأشخاص يكون عندهم مشاكل لا يعرفونها، لا يعني في أجسامهم، نعم صحيح، لكن هذا لا يمنع يعني أن نبتعد من العشبات ثم نحرمها أو يعني نتخوف منها. فهناك طب طبيعي ثابت، ويعني هو الذي كان قبل هذا الطب، هذا الطب لا زال لم يكمل قرن، هذا الطب عنده الآن 60 سنة، الطب الحديث عمره 60 سنة الآن، لكن الطب كان من قبل هذا الطب كان طب طبيعي، كان الناس يتعالجون بمواد طبيعية وبكل شيء. يعني الجراحة ليست حديثة، الجراحة كانت منذ أن خلق الإنسان، كانت الجراحة وليس الآن. يعني هذا صحيح أن المعدات الآن تقدمت وأن الطرق تقدمت، نعم صحيح، لكن هي الجراحة دائما كانت، الإنسان دائما كان يعني يعمل عملية جراحية يعني من قبل. فقط النساء الحوامل والمرضعات دائما ينتبهوا لهذه الأعشاب، ألا يكثر، لا تكثروا من هذه الأعشاب، طبعا لأن الجنين والرضيع يعني وزنه صغير ويتأثر بتركيز ضئيل، يعني فقط، لكن لا أظن أن يكون يعني مشاكل خطيرة في هذه الأشياء. هذه عشبة الخلة، هذا الاسم في المغرب بشنيخة، والناس لا يحبون الآن في المغرب، ينفرون من الأعشاب الآن فقط لأن هذه الأسامي هكذا يعني بشعة، وهذا مقصود.
تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.